أي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي احنا عايزين نتعلمه من شابتر 5؟ اللي عايزين نتعلمه من شابتر 5 السبورتد رياكشن، ازاي احددها على الفري بودي دايجرام وازاي احسبها. هو من حظكم اللي هو مهتم بالتو دايمنشن، انما في 3 دايمنشن للفري بودي دايجرام وسبورتد، لكن هو ما ذكرهاش يعني مش عليه، لكن هو طبعا هو مهتم بالتو دايمنشن في الاكس والواي. طيب الاول مدي مقدمه بيقول لي لما بندرس الجسم بتاعي ما يكون في حاله اكويليبريم، في حاله اتزان، نقصد بيها ايه؟ نقصد بيها حاجتين في الاستاتيك بالذات، ان محصلة القوة اللي عليه بتساوي صفر، يعني مش هيحصل له ترانزليشن، مش هيتنقل من مكان، لا هو متثبت. طب ممكن يدور حوالين نقطة؟ لا برضك بنقول ان محصلة المومنت لا تساوي، قصدي تساوي صفر، مفيش روتيشن، يعني مش هيلف حوالين نقطة ولا شيء. يبقى ما نعرف معنى كلمة ان هو اكوليبريم، وكل الحالات اللي احنا بندرسها كلها اكوليبريم في الاستاتيك، فبقدر اطبق ان محصلة القوة اللي عليه بتساوي صفر، معناها ان مفيش ترانزليشن، مش هيتنقل من مكانه، ولا روتيشن يعني مش هيدور حوالين نقطة معينة، ده اسمه محصلة المومنت تساوي صفر. فهو جايب الدكتور اهوت معنى الكلمتين دول، معنى اللي هو معناه بيقول لي ان لو في سبورتد ردود فعل بريفنتس بتمنع عليه من الترانسليشن الانتقال، فبنقول اذا نقدر نقول ان اكزيرتس ايه اللي بيأثر على الجسم، قبل ولا فورس ولا كلاهما ولا مفيش اي شيء؟ ادام مفيش ترانسليشن يبقى اذا هتكون الاجابه ايه؟ فورس. يبقى القوه اللي بتأثر عليه هتكون اللي بيأثر على الجسم هو تكون قوة أو قوة. نفس الحاجة التانية اهو بيديني مفهوم ل مفهوم ده، نفس السؤال أنا عملت له كوبي، نفس السؤال، كان في سؤال تاني، نفس السؤال شكله ده انطبع غلط، طبعا هو نفس السؤال متكرر، دي هتبقى فورس. طيب لما اجي ارسم بقى فري بودي دايجرام بيضربني، اما ارسم فري بودي دايجرام شوف كم حاجه لازم اوضحها على الفري بودي دايجرام. كل القوه اللي موجوده الخارجيه، والسبورت رياكشن اللي انا لسه مش عارفها عامله ازاي، والوزن بتاع الايه الاجسام، لو في ويت او مديني ماس اضربها في ام جي وانزل خط راسي للوزن. طيب الشغل الشاغل بتاع شابتر 5 والاستاتيك اصلا السبورتد رياكشن، فانا عايز اعرف ردود الفعل امتى ارسمها واتجاهها. طب الاتجاه ممكن تغلط فيه، فلو طلعت قيمته بالسالب يبقى هو عكس الاتجاه اللي انت افترضته، يعني الاتجاه يا استاذ مش مهم، لكن لو انت عندك سنس يعني حساس بالاتجاه ان هو فعلا يكون في اتجاه الاعلى او اتجاه الاسفل او يمين او يسار يبقى كويس. طب لو ما فيش سنس في البدايه ما فيش مشكله، فلو طلعت اجابته بالسالب الاشاره ما بتعني شيء، ان هو اعكس بس الاتجاه اللي انا افترضته. طيب السبورت رياكشن هنتكلم عليه في التو دي دايمنشن، ازاي اقدر اقسمه. فعندنا كام حاله، اول ما بشوفها على البي اعرف ان في كام نوع من السبورتد رياكشن. طيب يبقى انت هتوري لي السبورتد رياكشن ردود الفعل في التو دي دايمنشن. تعال نشوف كده، اول سبورتد لما الاقي فيه حبل واير او كيبل بيأثر على الجسم كده، طبعا احط هنا تنشن في اتجاه الشد، في اتجاه شد الحبل مش في اتجاه الضغط بتاعه، لا يبقى لما الاقي في كيبل او واير يبقى الاتجاه بتاعه دايما شد.
طب لو حتى يا استاذ لو كانت حوالين بولي، ايوه لو حتى حوالين بولي كده اهو، هيبقى هنا في تي وهنا في تي والاثنين هيكونوا متساويين. طب حتى يا استاذ لو كانت مايله كده، برضك لو كانت مايله برضك الاثنين هيكونوا متساويين، يعني الزاويه زاويه ميل الحبل او راسي مش هتفرق، هما الاثنين لازم يكونوا لهم نفس القيم. وارسم التي اللي على اليمين هو نفسه التي اللي على اليسار، ده بيلف على بولي ما فيهاش فراكشن، واحنا ما عندناش فيها فراكشن خالص حتى لحد شابتر 8. طيب يبقى اول حاجه عرفت الكيبل برسمه بقوه تي. طيب تاني شيء، لو انا لقيت البي متصل ببن، متصل ببن مسمار، المسمار ده يقدر يدور حواليه زي المفصله كده، يعني ازاي يا استاذ ده انا خدليت هنا كده، البيم ده يقدر يطلع لفوق وينزل لتحت، ما يمنعش الدوران، البن ده ما بيمنعش الدوران. فبرسم له لما الاقي فيه بن، بس بن، ودي بنوضحها له كده اهو، شايف السطح اللي تحت اللي مساند عليه سطح افقي، هو هتفرق؟ ايوه هتفرق لما الاقي سطح افقي. فعند النقطه ايه هنا برسم ردين فعل، ردين فعل، ردين فعل واحد في الاتجاه الراسي اسميه واي، وواحد في الاتجاه الافقي اسميه اكس. يبقى انا عندي هنا بن مسمار، يبقى لو لقيت بن برسم ردين فعل، بس بشرط لازم الاقي السطح اللي تحت ده ايه افقي، انما لو لقيت السطح ده هو مش افقي، هذا البن برضك اهو بس متصل كده ومسنود على عجل اهو، العجل ده رولر، يظهر لي رد فعل واحد بس عند النقطة A، ورد الفعل ده بيكون عمود على السطح يعني رأسي بس، أسميه كده اهو وأسميه NA بس، لو كتبته AY مفيش مشكلة، المهم رد فعل واحد بس، كتبته NA أو كتبته AY بس. يبقى لو لقيته رولر يعني عجل مسنود على عجل اوكي. طب لو لقيته ادم مسمار برضه قال بين، بس النهايه اللي هو بيسند عليها نص قوس او نص دايره، ده بسميه روكر. هو مش هيقول لي الاسامي، انا بلاحظ اهو، شوف دي نص دايره، ده كان سطح مستوي، هنا ايضا يظهر لي رد فعل واحد اهو. لو سميت النقطه دي ايه؟ اسميها اي واي او ان ايه، رد فعل واحد مفيش مشكله. يبقى انا عرفت هنا امتى يظهر ردين فعل، لما يكون البي متصل ببن وابص على نهايته مستويه، انما لو لقيتها مسنوده على عجل او السطح مقوس هيظهر لي رد فعل واحد ايضا. طيب ايه كمان؟ لو انا لقيت البيم بتاعي ودي اللي بيتلخبط بقى، بص كده خلي بالك، هذا البيم هو متصل ببن، بس البن دي متصله هو، ونكمل الرسمه كده اهو كده، متصل هنا ممبر بن، البن ده متصل بممبر ذراع، ده ممبر كويس، والممبر ده نقول عليه ممبر، انا اسف، ده الممبر متصل ببن، ودي بنقول عليها الكوله الحلقه، وهي متصل بها يقدر يلف شمال ويمين، يعني مش فيكسد، ديت الكولر ديت ما هيش فيكسد، فيظهر لي عندنا هنا رد فعل واحد، رد فعل واحد، يعني الممبر ده بنقول عليه ممبر بين في مسمار واحد هنا كده، يظهر لي رد فعل واحد عمودي على السطح ده. انتوا مش سامعين ولا سامعين؟ الناس ما كتير، ما بتقولوا في صوت ايه؟ انا برسم بقى ازاي اهو، وبرسم عمودي على الكولر ده، عمود عليه يطلع عمود عليه، يعني الشكل ده جاي كده اهو، برسم عمود عليه، عمود على السطح، ممكن السطح دوت ارسمه عمود عليه او الجهه الثانيه، يبقى انا برسمه عمودي طالع، عمودي من السطح اللي هو متصل بيه البن، بيطلع لي هنا رد فعل واحد اسميه ان، لو النقطه دي ايه يبقى ان ايه. طيب لو كان
الممبر ده فيكسد. فيكسد ازاي؟ يعني مش متصل ببن، لان الراجل ده الممبر ده ممكن يضوء شمال او يمين، يعني يجي كده او يجي كده، انما هو صحيح مش هيتنقل من مكانه لان البن ما بيسمحش بالحركه او ما بيسمحش بالانتقال بمعنى اصح، لكن يسمح بالدوران. عدم يسمح بالدوران ما بيرسمش مومنت. طيب لو انا خدت نفس الممبر اهو، هذا الذراع بتاعي بس موصلينه بقى بايه؟ فيكسد. فيكسد ازاي؟ يعني هو في نفس الكوله، حته واحده هو والكوله، حته واحده هو والكوله اهو، وانا رسمت جوه الذراع ده كده. يوم الممبر بتاع ده يتاثر بايه؟ قال لي يتاثر باثنين رد فعل، يطلع واحد عليه عمودي من السطح اللي هو متصل بيه ان، ومومنت. مومنت يمنعه من الدوران، المومنت يمنعه من الدوران. برضك المومنت يا استاذ انا ارسمه عكس عقارب الساعه ولا مع عقارب الساعه؟ يعني ارسمه كده عكس ولا مع؟ برضك الاتجاهات مش مشكله، انا افترض ان هو في قيمه له عكس عقارب الساعه وسميته ام، ولو طلعت قيمته وطلعت سالب يبقى عكس القيمه، يعني الاتجاهات مش مشكله خالص، بعدلها في الاخر. طلعت سالب بعدلها، طلعت موجب لا، هنقول يبقى الاتجاه صحيح. يبقى الاثنين دول مهمين. لو الممبر متصل ببن برسم رد فعل واحد، لو متصل ده بنقول عليه فيكسد ممبر، يعني هو لازق او حته واحده مع الكوله، حته واحده مع الكوله. وش معنى فيكسد ممبر والكلام هذا والكولر؟ ايوه شوف، هو مصنوع حته واحده مع الحلقه، مع اللي هو بنقول عليه دي كده حته واحده كده، عشان يدخل جوه الممبر ده او جوه الذراع ده كده. ايه الفرق بين ديت وبين دوت كده؟ لما نعمل له مسمار كده وندخله مع الحلقه دي كده، ده هنا دوت ما يقدرش يدور ولا شمال ولا يمين، لانه قابض قبضه واحده على الذراع ده. انما لما يبقى في بن هنا في مسمار يقدر يلف كده ويقدر يلف كده، مفيش مشكله، المسمار ده ينزله لتحت ويطلعه لفوق بس بالدوره، لكن مش هيتنقل من مكانه. انما لما يبقى حته واحده كده داخل، حته واحده كده مش هيدور. هيدور ازاي؟ ولا لما يجي ينزل كده هيخبط في دي، لما يجي يطلع لفوق يخبط في الذراع ده، صح كده؟ يبقى هنا مفيش حريه للدوره، بنسميه فيكسد ممبر. انما ده بنقول عليه ممبر بن، يعني له حريه للدوره، يقدر يدور حوالين المسمار ده. كويس. طيب لو انا خدت فيكسد سبورتد كده، قلنا اربعه، هذا الخامس. النوع السادس بنقول عليه فيكسد سبورتد، يعني داخل جوه الجدار، داخل جوه الجدار جوه الحيطه. طيب دوت هيظهر لي كم رد فعل؟ هنا يظهر لي ثلاثه رد فعل. ثلاثه؟ كويس. ايه هم الثلاثه؟ هم واحد في اتجاه الاكس، لو سميت النقطه ديت واحد في الدواج، مظبوط، واحد اهو في اي واي، ومومنت. الراجل ده ولا يقدر يدور كده ولا يقدر يدور كده، ليه؟ لان في مومنت بيمنعه، او ما يرسم ام. يعني انت بترسم المومنت لو انت عايز تلقطها بدون ما تقعد تحفظ دي. لو انا بصيت للممبر بتاعي ما بيقدرش يدور، برسم مومنت لان هو اللي منعه ان هو يدور يمين او يسار. طب الفورسز دي اكيد موجوده لانه مش هيتنقل من مكان، اكيد موجوده، يعني جميع الحالات لا في فورسز، لكن ممكن تكون فورس واحده او ممكن تكون اثنين. طب نفترض يا استاذ غلط 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 ورسمت واحده هنا في الروكر دي، رسمت اثنين، فيها صعوبه؟ ما فيش صعوبه، هتيجي تستنتج ان القيمه دي بتساوي صفر. يعني حتى لو افترضت ان في اثنين رد فعل هتيجي تطلع قيمته هتلاقيها بتساوي صفر، مش موجود، هتلاقي ده بس له قيمه. طب نفترض ان انا رسمت مومنت هنا، برضك هتيجي تدور عليه مش هتلاقيه، هتلاقيه بيساوي صفر. لكن هو بيديني الحل النهائي عشان ما تضيعش وقت، بدل ما نقعد نحل ونطلع السبورت ديت، بدل ما تحل بثلاث معادلات تحل بمعادله واحده. يعني هنا محتاج معادله واحده اللي هي اف واي،
ليه بقى تقعد تحل ب اف اكس عشان تثبت ان ده مش موجود، ونحل بالسميشن مومنت عشان نثبت انه ما فيش مومنت. يبقى انا عارف الحاله مسبقه عشان ما نضيعش وقت في الحل بتاعها. يبقى انا كده خدت الست حالات بتوع مين؟ بتوع السبورتد ان التو دي دايمنشن. طيب الحاله دي سهله خالص في شكلها، اهي مفيش بن في النص، الحاله دي مش بن، هنا في بن في النص. طيب تعال نشوف كده، هنا بيدربنا اهو ان انا ارسم ايه الفري بودي دايجرام. ده كويز عادي، بيسالني هنا الكويز بيقول لي البيم دوت، البيم والكيبلز اللي هو الحبال ديت كانت ويز فراكشن ليسز بولي. يعني شوف دايما بيساعدنا ان هي ما فيهاش احتكاك، عشان يقول ان التنشن اللي هنا هو نفسه التنشن اللي هنا غصب عنه، هو احنا متعودين عليه. لو مش متساوي، لو في احتكاك قصه تانية بقى، لازم اطلع معامل الاحتكاك واحلل، قصه طويله. طيب بيقول لي شايلين جسم قيمته كام؟ 80 كيلو جرام عند النقطه سي هنا. ده له كتله، فدام له كتله يبقى له وزن اهو ام جي. طيب البيم له وزن، ما جابش سيرته، يبقى اذا مش هيخش معايا الوزن بتاعه. وعاده بيكون له وزن لكن هو كانه وزنه خفيف مهمل الكتله. فبيقول لي في الفري بودي دايجرام بتاع البيم اهو، لو انا جيت رسمته في الفري بودي دايجرام بيسالني هاو ميني الانونز، كم عدد المجاهيل. المجاهيل بتاعتي موجودة من ايه؟ هل اداني قيمة التنشن ده؟ ما ادانيش قيمته، والله لو كان قيمته يبقى معلوم. طب مديني الوزن؟ مديني قيمته اهي، يبقى اذا هو معلوم. اللي معلوم عندي بس اهو، انا هرسمه هنا في ام جي، وفي هنا في تنشن مش مجهول، وفي تنشن تاني اهو مجهول، وفي هنا شوف هنا في بين اهو، والنهايه بتاعته اهي مسطحه، النهايه بتاعته مسطحه، يعني في ردين فعل اهو. ما يرسم اهو في واحد كده بفترض اهو اي واي، وبفترض واحد كده اهو اي اكس. الافتراضات الاتجاهات انا لو عندي سنس اقول لك ازاي ده اكيد هينزل لتحت لو انت عايز، يعني ده لو انت عايز تشوف الاتجاه ده المفروض ينزل لتحت، والاي اكس ده المفروض يدخل كده. لكن الاتجاهات لغايه دلوقتي مش مهمه بالنسبه لي. الاي اكس ده يدخل الجهه الثانيه كده. ليه يدخل الجهه الثانيه؟ عشان التي ده لما تيجي تحلله هتلاقيه يطلع لك واحد كده وواحد كده، فيضاد العمليه دي، يضاد اللي جاي من ايه؟ من التنشن. طيب كم واحد مجهول دلوقتي؟ تعال نعد، ده واحد اثنين ثلاثه بس. هو بيسالني هل هم في قوتين ومومنت؟ لا. طب في ثلاثه ومومنت؟ لا. ولا ثلاث قوه ولا اربع قوه؟ هنا الشكل هو بيقول لي في ثلاث قوه بس مجاهيل، ما فيش مومنت خالص هنا. مديني الشكل اللي بعده دوت، بيقول لو كان اتجاه القوه والمومنت تم عكسهم. طب استنى يطلع فوق شويه، تخيل انت كده ان القوه ديت خليناها تطلع لفوق كده، والمومنت دوت يدور كده، ايه اللي يحصل؟ مش لو القوه دي كده والمومنت مش هيلف، يلف حوالين ده كده صح، بيترفع، هو هيدور، مش هيقدر يتنقل من مكانه لان البن ده ماسكه، مش هيتنقل، لكن يقدر يدور حواليه. فهو بيقول له هو لو احنا عكسناهم ماذا سوف يحدث؟ فبيقول لي البيم هينزاح او هيترفع من النقطة A، ولا هو هيترفع من النقطة B. النقطة B طبعا هي فيكسد، مش هيقدر يجي من نهايتها شيء، ولا البيم هيقاوم، ولا البيم هينكسر. هو هيترفع من النقطة A صح؟ يعني رد الفعل اللي هنا مش هيبقى فيه رد فعل، كأنه بيدور حواليه. فيها مشكلة دي؟ اعتقد ما فيهاش مشاكل. صراحة ما فهمت يا دكتور. ما فهمتش ايه اللي بيحدث؟ طيب إيه؟ ماشي. انت اسمك ايه؟ عبد المجيد. بص يا عبد المجيد،
تخيل معايا اهو الشكل اللي قدامك اهو، هو بيقول لي لو كان اتجاه القوة والمومنت تم ايه عكسهم. يعني ايه تم عكسهم؟ اتجاههم اتعكس، فالقوة بدل ما كانت بتضغط هنا خليتها لفوق كده، والمومنت ده كان بيضغط كده صح؟ شوف كأنه بيضغط على النقطة ايه؟ لا انا عكسنا الاتجاه خليناها كده. ها ايه اللي يحصل للبي؟ يفضل في مكانه؟ يعني النقطة ايه تفضل ملامسة للسطح ده ولا تتغفع؟ لا تتغفع لا صح؟ ترتفع. يعني اذا هيدوخ كده يا استاذ صحيح. يعني لو سألني هنا في رد فعل اقول لا هيبقى بيسوي صفر لانه خلاص هيتغفع عشان هيلامسه، يبقى الاجابة بتاعتي ان البيم سوف يتغفع من النقطة ايه. طيب تعال نشوف اللي بعد هنا. طيب مسألة جابة كويز اسم مستوى الماضي، كان بقول له احسب لرد الفعل اللي هنا مسألة دي، وعشان كده انا جبتها ما ضدش اسحب عليه. طيب نشوف هنا الاول بيعرفنا حاجة اسمها الانترنال فورس، دي هناخدها في شابتر 6. الانترنال فورس دي قوة داخلية جوه المقطع، يعني لو عندي بيم كده كويس وفي سبورتد هنا، اي نقطة هنا وخدت لها مقطع جوه البيم اهو، تخيلت انا قطعت عند الايه اهو، حلو ادي النقطة ايه اهي، بنلاقي فيه تلات قوة انترنال قوة داخلية خلال البيم كله. ايه هما التلات قوة دول؟ احنا هندرسهم بالتفصيل ان شاء الله في شابتر 6. في قوة عمودية كده اسمها نورمال فورس تطلع عمودية على السطح، وفي قوة ممسية للسطح نزل تحت اسمها شير فورس، يبقى نورمال فورس شير فورس، وفي مومنت يجي من تحت يضغط على فوق. ده لو انا كنت واخد الليفت، لو انا خدت اليمين من هنا الجنب ده اهو هتيجي تلاقي برضك في نورمال فورس، بس شوف اتجاه طالع لفين بره السطح، والفي المره دي طالع لفوق، والمومنت كده. بحيث ايه؟ لو انا رجعنا البيبين دول على بعض، يعني خدت المقطع ده ولزقته تاني على ده كده، ايه اللي يحصل؟ الان دي تلاشي دي، الفي تطلع لفوق تلاشي اللي نازل تحت، المومنت اللي جاي مع عقارب الساعة يعاكس اللي هو عكس عقارب الساعة، بحيث لو انت قفلت المقطعين على بعض يتلاشوا. راح تكون جواب بي. الجواب بي، برافو عليك، يكونوا متساويين equal and opposite and they don't affect ولا لهم اي تأثير في الحسابات صح. بس هو مش عارف ليه جايب الانترنال فورس هنا، المفروض هي في شابتر 6 يعني لسه شوية. طيب زي اللي يقول كانسل ايتش اذر، ايوه كله بيكنسل بعضه، يعني ديت لانهم متساويين في الاتجاه في القيمه متضادين في الاتجاه. طيب أصبر. ما بيظهروش الا لما اخد مقطع فعلا وابتدي استخدمهم لما نيجي في شابتر 6. طيب تعال نشوف الشكل ده، قلنا الشكل ده هو جابه وجام كان بيقول له احسب لي رد الفعل اللي هنا. هنا بيقول له الاول كام سبورتد رياكشن مجهول، ار زير ان ذس بروبلم كام رد فعل. فلو جينا شفنا كام رد فعل، بس رد الفعل ازاي اللي على الرولر ديت او اللي جاي من الرولر ديت مسنود على سطح، السطح اللي تحت ده انا برسم واحد عمودي عليه، يعني اي رد فعل بيطلع من السطح اللي هو مسنود عليه مش على السطح ده او على، لا انا برسم طالع عمودي على السطح المسنود عليه، فالسطح المسنود عليه اهو، ارسم واحد عمودي عليه اهو. طب فين البيم؟ اهو كده. طيب يبقى انت عندك هنا في رد فعل اسمه ان بي، وبعدين ده ديستريبيوتد لود لسه مش عارفين قصته ان احنا نجيب محصلته ازاي، ما خدتهوش لسه. وفي فيكسد
النقطة دي فيكس ده في الجدع في رد فعل هنا واحد مومنت يعني في رد فعل واحد هنا ادي كده واحد اتنين وفي مومنت كده يبقى في كم واحد واي وفي اكس وفي مومنت في كم تعتبر مومنت رياكشن استاذ ايه قول تاني تقول ايه اقول المومنت تعتبر رياكشن ايوه تعتبر من ضمن الرياكشن ايه لان كان عندنا مشكله شويه كيف نوجد الرياكشن احنا قلنا السبورتد رياكشن قوه ومومنت السبورتد رياكشن قوه ومومنت مومنت لما الاقي فيه فيكسد عدم دوران انما لما الاقي فيه بين يبقى فيه فاصل فلما اجي عدهم ثلاث قوه ومومنت اللي هي الاجابه الاخيره 3 forces and 1 coupled moment طيب يبقى انا دلوقتي شويه شويه بقيت اعرف الايه القوه ارسمها ازاي طيب تعال نشوف اللي بعدها كده هنا انا لقيت الامثله اللي لازم لكم بعتها دي كويسه خالص فانا قصتها وهنا نحلها مع بعض ان هو بيقول لي ارسم لي فري بودي دايجرام طب هو بيجيب في كويز ارسم فري بودي ايوه بيجيب بس بيجيب مسالتين تقال شويه يعني ياخدوا الوقت كله تعال نشوف الشكل اللي عندي ده بيقول لي ارسم الفري بودي دايجرام للرود المنحني ده حيث ان هو ايه سبورتد باي سموث سيرفيس عند النقطه بي سموث سيرفيس يعني سطح املس مفيش احتكاك طب لو في احتكاك هرسم له قوه احتكاك طب ودي هنشوف امتى بشابتر 8 لكن هنا بيقول لي سموث يعني هيظهر لي رد فعل واحد طالع عمودي على السطح اللي هو ساند عليه وبعدين شوفوا ايه الميمو ده ماله قال ايه از فيكسد تو ذا رود اهو شايف الشكل ده الشكل ده لو كبرنا شويه ما فيهوش بين اكبر شويه وننزل له كمان شويه طلعنا كده كتير اهو كمان شويه اهو مفيش بين في النص هنا مفيش بين فالمفيش بين دوت يبقى هو غير قابل للدوران بالاضافه ان هو غير قابل للحركه يعني غير قابل للانتقاء هنا مفيش بين فيكسد اهو كاتب فيكسد رود طيب احنا عايزين نرسم الفري بودي دايجرام اهو انا مكبر الشكل اهو اهو السطح اهو معمول كده مايل شويه المفروض يكون مايل شويه تمام اهو كده تعال بقى نرسم الفري بود السبورتد اكشن بتاعي احنا قلنا برسم العمود رد الفعل ازاي ده سطح املكس اللي عند النقطه بي زي ما هو بيقول هيظهر لي رد فعل واحد عمودي على السطح اللي هو مسنود عليه يعني او يطلع عمودي منه اهو كده كده نصححها شوية اهو يعني الزاوية ده ايه 90 طيب اللي هو مدولي دوت الزاوية دي اللي هو زاوية الميل بتاع الحج ده عايزين ندخلها جوه معانا بحيث ان انا اعرف كأن انا راسم اهو عند النقطة اللي هي نقطة التلامس اكس وواي عشان لما اجي احلل بجمع كل القوة في اكس وكل القوة في واي فخليني ارسم هذا محور X وهذا محور Y اهو والقوة اللي عندي دي نكبرها شوية استنى القوة اللي عندي دي نكبرها شوية راح فين ده استنى دي واحدة دي واحدة ايوه هنا امسح بس دي كده كده انا احط البطاريه كده انا قلت رسمت اكس وواي اهو
وانت بتقول هترسم يكون عمودي اهو كده، دي كده الزاويه دي عموديه، عمود على السطح اللي هو الاحمر ده يطلع عمودي عليه لازم اهو. طيب عايزين نحدد بقى، هو مديني الزوايا بتاع الراجل دوت، هو عامل كده كاتب هنا 5 وهنا 13 وهنا 12. احنا لما نيجي نحلل انت رسم ده اكس وده واي، ايوه، فباجي ياخد الزاويه دي، ياخد الزاويه دي عشان احلل بيها. طيب الزاويه ديت اللي هي نفسها دي، لو بصينا لده الزاويه ده هي نفسها اللي جوه دي، ليه؟ لان ده كانه 90 اهو، صح؟ يبقى الزاويه دي هي نفسها ديت زائد دي بتساوي 90، ديت زائد دي بتساوي 90، يعني كان دي هي نفسها دي، صح كده؟ صح يا رجاله؟ مش انت انا لازم صحيح؟ ايوه. طيب يبقى الزاويه ديت هي نفسها ده اهي اهي. طيب اجيبها، ممكن اجيبها اهو، اقول له السيتا بتاعتي تان ماينس 1 مقابل على مجاور، انا بتكلم على الاستار مقابل اللي هي 5 على ال 12، عشان الخمسه هنا الواي يا دكتور، الخمسه هي الواي، ايوه، مقابل ال 12 اللي هي الاكس. الزاويه 2 بس انها سالب سالب صارت موجب، صح؟ يعني ايه سالب سالب؟ لانها في الربع، الاكس سالب والواي سالب. ولا ما اعتبر؟ لا، ما عندناش هنا الاربع هنا خالص، يعني سيبها على جنب خالص. انا هنا هو اللي هي ديت، دي خدت انا الزاويه دي اللي هي نفسها اللي عليها اسطر اللي انا مسويها دي، وطلعت لي 22. اول اقول له اهو انت عامل تحليل الزاويه دي، بقول له دي الزاويه اللي انت هتحلل بيها 22.619. يبقى انا عرفت ده رد الفعل بتاع البي، عرفته اهو، رسمت عمود على السطح اللي هو الاحمر ده، وعرفت الزاويه بتاعته عشان لما اجي احلل، عشان لما اجيب قيمته. طيب عندي هنا في قوه 100 ارسمها زي ما هي، هي 100 باوند، وفي مومنت اهو، اهو رسمته زي ما هو اهو. مكان المومنت ده يفيدني بشيء؟ ابدا، المكان بتاعه مش ملوش اي تاثير، لكن القوه اللي مكانها هو اللي لها تاثير. طيب هنا بقى نقطه ايه؟ هنا فيكسد، فيكسد فالبي ده على اليسار، ها، يظهر لي رد فعل، رد فعل على مين؟ على الشكل ده اللي هو اهو، رد فعل عمودي اهو، اسميه ان ايه، وكمان ده فيكسد يظهر لي في مومنت كده اسميه ام ايه. طيب لسه الزاويه هنا اهو، ما هو مديني هنا اهو، ساعدني. طب انا كيف اعرف طب رد فعله عليه ولا ما؟ انا ما فهمت شيء هذا. رد فعل عليه هو هو، بص كده، مش انت عندك قانون نيوتن الثالث ان لكل فعل قوه رد فعل؟ يعني البيم ده متاثر بقوه 100، يوم يضغط على 100 على الشكل ده ينزل تحت يعني، ايوه، يوم هو كمان بضوءه يدفه عكس القوه اللي هي جايه له. عشان كده بقول في سبورتد على ده، في ردود فعل على الشخص ده، جايه منين؟ ان ال100 مخليها هو غصب عنه، غصب عنه، الون لك ده عشان تشوفه، غصب عنه يدف ده كده، الشخص ده كده، صح؟ يوم هو بضوءه يعكس، يعكس الايه؟ رد الفعل. هو بيضغط على البي، السطح بي، يقوم بي يضغط عليه، يأثر عليه بقوة عكس القوة اللي جاية له. عشان كده بنقول في سبورتد. كويس؟ طيب، أنا بقى السطح هو رسمت واحد عمود عليه، تعال نشوف الزاوية. هو مديني نوت الزاوية بتاعته، هو عامل ده كده وعامل دي كده، عامل دي 3 وعامل دي 4 وعامل دي 5. عايزين ندخل الزاويه بتاعتنا فين؟ ما انت قلت لي ده كل ده عمودي، عمودي، قلنا بنيجي نرسم عند النقطه اللي انت رسمت القوه، تعمل اكس وواي، هذا اكس وهذا واي، والقوه بتاعتنا نطولها شويه اهو، اهي اهي ده الان ايه. عايزين بقى، محتاجين ندخل الزاويه دي القوه. طيب ناخد انهي زاويه؟ لو انا بصيت للزاويه دي مثلا، الزاويه دي اقدر اجيبها، الزاويه ديت مكانها فين؟ مكانها هنا اهو، مكانها هنا. طيب وديت كلها 90، صح كده؟ يبقى ديت زائد دي 90، واللي ده هي نفس دي 90،